المغرب يحصل على نظام دفاع لمواجهة تهديدات جوية على بعد 150 كيلومتر. كشفت تقارير إعلامية أوروبية عن تفاصيل إبرام المغرب لصفقة جديدة من أجل تعزيز وتطوير ترسانته العسكرية. وأفادت ذات المصادر أنه تم إسمام صفقة منظومة الدفاع الجوي باراكا النسخة MX لصالح المغرب بقيمة 600 مليون دولار. وأشرف على الصفقة مدير شركة إسرائيلي صناعة الطيران والفضاء IAI الإسرائيلية شخصيا. وتمتاز منظومة باراك MX بخاصية التعامل مع التهديدات الجوية على بعد 150 كيلومتر، وهو ما سيمكن القوات العسكرية المغربية من التعامل مع خطر المقاتلات الجوية على بعد المسافة المذكورة. وكانت الحكومة المغربية قد خصصت مبلغ 115 مليار درهم كنفقات مخصصة للقوات المسلحة الملكية في مشروع المالي لسنة 2022. نشكركم على حسن المتابعة.